بحضور ثلاث من نجوم السينما من مصر والعالم العربي، اختتمت فعالية الدورة الأربعين لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، والتي تم خلالها تتويج شريط ليلة الاثنى عشر عاما للمخرج الأوروغوياني ألفارو بريخينر بجائزة الهرم الذهبي. خلال دورة هذه السنة عرض 160 شريطا من 59 دولة، من بينها المغرب، حيث تنافست ثلاث أشرطة مغربية طويلة وهي الجاهلية لهشام العسري والعزيزة لمحسن البصري ضمن مسابقة آفاق السينما العربية، وصوفيا لمريم بن مبارك الذي تنافس ضمن مسابقة أسبوع النقاد الدولي. وخلال هذه الدورة تم اختيار السينما الروسية ضيف شرف باعتبارها تمثل إحدى المدارس السينمائية العالمية البارزة.